بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناء الأعزاء، طلبة وطالبات الصف الخامس ابتدائي المدرسة الرسمية والرسمية المتميزة للغات، أهلا بكم من جديد. معكم مستر سامي عبد الفتاح، خبير اللغة الإنجليزية بمدارس اللغات. إن شاء الله مع بعض النهاردة من كتابنا المفضل، كتاب إكسلنس بوك، هنكمل يونت 6 الدرس الرابع لسون 4، عنوانه Why We Do Things. Why We Do إيه؟ Things. زي ما الكتاب معودنا يا أولاد، مع بعض هنقرأ الكلمات. يلا مع بعض كده، ورايا كده شوبينج مول، شوبينج مول، فاونتين، فاونتين، ستور، ستور، ثيتر، ثيتر، كول، كول، ليفينج روم، اركيتكت، شو ستور، شوبينج، انفايرومنت، انفايرومنت، اوتسايد، انسايد، نيتشر، نيتشر، روف توب، روف توب يعني سطح الايه؟ المبنى، موفي، موفي، جاردن، جاردن. كان مع بعض اسمها الاكسبريشنز اللي موجوده يا اولاد، تمام. جود فور، خدنا قبل كده كلمه جود فور وجود ات، صح؟ قلنا جود ات يعني شاطر في، اما جود فور مفيد زيها باد ات، ها سيء في او فاشل في عكسها. باد فور بقى معناها ضار علي. ديسايد اون يقرا قصادها ايه؟ ها كافيه ويز تيبلز اوتسايد. يعني ايه كافيه ويز تيبلز اوتسايد؟ ها مقهى، يعني قهوه مخرجه ترابيزات بره في الشارع كده. اون ذا روف رصاد. ديسايد اون يقرر. ان ذا مول في المول، المركز التجاري. لوك ات يعني ينظر الى. شوف الفيربس الافعال اللي عندنا نوعين زي ما قلنا. ريجولر يعني ايه؟ ريجولر افعال منتظمه. ايه الريجولر افعال؟ ها غير منتظمه. اللي انا هقول المنتظم ديزاين تقولوا ديزاين، 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 انطقوا ديسايد، ساوند، ساوند، اوبن، اوبن، بلانت، بلانت، فايند، فاوند، فاوند، كيب، كيبت، كيبت، تيك، بيلد، جرو، جرو، الصفحه اللي بعدها. شوف القطعه بتاعتنا الجميله. الدرس ده عن ايه بقى؟ ريدنج. ده ولا اسمه ريدنج؟ ده عباره عن دايلوج بتوين مين بقى؟ وات ويل كيب بيبل كول ان ذا شوبينج مول. ايه اللي يخلي الناس ها كول؟ يعني ايه كول؟ جو لطيف او رائع، تمام، في الشوبينج مول. بين جراند ما وبين نجوى، تقول لها ايه يا ولاد بقى جراند ما؟ دو يو لايك ماي نيو هاوس نجوى؟ عاجبك البيت الجديد بتاع نجوى؟ قالت لها ايه؟ يا بات ات از فيري بيج، بس ده ايه؟ اي كانت فايند داد، مش لاقيه ايه؟ اه هي از ان ذا ليفينج روم. بقى فين؟ في الليفينج. يعني ايه ليفنج روم؟ حجره المعيشه. او يا وات ار يو دوينج ذا يا بابا؟ اي ام لوكينج ات ذيس ديزاينز، ابص على هذه التصميمات فور ذا نيو شوبنج ايه؟ مول، للمول الجديد اللي هنعمله. اي ام ميتينج ذا اركيتكتس، انا هقابل مين؟ المهندسين. تو ديسايد اون ذا بلانز تومورو، نقرر على الخطط بتاعه ايه؟ بكره. ذات ساوند اكسايتنج، يبدو ايه؟ رائعا. وات ويل وي، وات ويل بي ان ذا مول، ايه اللي هيبقى في المول؟ ها ذير ويل بي ايه يا ولد؟ ستورز، ها سيلينج ايفري ثينج، يبيع كل حاجه. كلوزز ستورز، محلات ملابس. شو ستورز، محلات احذيه. ثينجز فور ذا هوم، اشياء للبيت. جريت، عظيم جدا. ها اي لاف شوبينج، انا بحب اتسوق. كان اي جو ذير تو باي سام نيو كلوز، ممكن اروح اشتري بعض الملابس جنب هناك. يا كان يو، يو كان وين ات از اوبن، تقدر تروح لما ايه؟ لما المول ايه؟ يتفتح. ات ويل تيك اباوت اي يير، هيستغرق ايه يا اولاد؟ سنه. تيك هنا معناها ايه؟ ياخد، ياخد ايه بقى؟ يبقى يستغرق وقت، مش هياخد حاجه. تو بيلد ذات ان لونج تايم، دي فتره طويله جدا يا بابا. ويل ذير بي اني ثينج فور ماي فريندز تو دو ذير، هيبقى في حاجه لاصحابي يعملوها هناك؟ قال له ايه؟ يس ذير از، ذير اولسو بي لوتس اوف كافيز وستيبلز، في قهاوي طلعت ترابيزات بره، اند شيرز كراسي اوتسايد. اتس نايس. ويل ات بي تو هوت، هيبقى الجو حر؟ ذو ها نو، وي ار بلانتنج لوتس اوف ايه بلانتس ذير تو كيب بيبل ايه كول، زارعين شجر عشان يخلي الجو ايه لطيف. ات ويل لوك نايس، هيبقى شكله جميل كمان. And it will be good for the environment. يبقى حلو للايه؟ تو هنا معناها ايه؟ ايضا كمان. Yeah. Lots of new buildings have plants growing in them. كتير قوي مباني فيها نباتات مزروعه فيها. Or on the roof، او على السطح اللي اسمها roof garden يا اولاد، اللي هي الايه؟ الحديقه اللي على سطح البيت. People make roof top، بيعملوا ايه؟ roof top ها؟ gardens، يعني حدائق على سطح الايه؟ المنازل. To get more nature، عندهم طبيعه. Into our cities. Is there anything else for my friends؟ في حاجه لاصحابي تاني؟ قال لها yes there is a movie theater، في ايه؟ مسرح. There and a big fountain، نافوره كمان. To sit next to، تقعد جنبها. I can't wait to see ها dad، everybody will love it، كله هي ايه؟ هيحبها، تمام. مين ده بقى؟ هاي تاليا، I have got some great news، ليك عندي ليك اخبار ايه حلوه. We will soon have a new shopping ايه مول in our city and I am very excited، وفرحانه جدا بده.
وي نيد ا نيو شوبينج مول، محتاجين ايه مركز تسوق ده عندنا. شوبينج مول ويل هاف سمثينج فور ايفري بودي، في حاجه لكل الناس. زير ويل بي ديفرنت ستورز، محلات وير يو كان باي ايفري ثينج يو وانت، اي حاجه انت عايزها. يو كان ميت ذير تو جو شوبينج، قبل ما تروح تسوق مع بعضكم. There will be restaurants and cafes، هيبقى فيه مطاعم وايه ومقاهي. Two. So it will be fun, a fun place to eat، مكان تاكل فيه كويس. I hope my mom and dad take us there to have lunch، اتمنى بابا وماما ياخدونا هناك عشان نتغدى هناك. And there will also be a movie theater، هناك في مسرح. I can't wait، مش قادر استنى، عايز نفسي اروح قوي. To go، it will be a great place to meet friends، مكان جميل قوي نقابل فيه ايه اصحابنا. Would you like to meet me there، تحب تقابلني هناك. It will be a nice place to visit، هيبقى مكان جميل قوي نزوره. Because there is going to be an amazing rooftop garden، هيبقى في حديقة على سطح الايه المبنى. There will be lots of trees، اشجار and plants، نباتات inside داخل المبنى. The plants will make it cool، النباتات هتخليها ايه لطيفة، الجو جميل. So I think lots of people will want to go there to sit and relax، الناس كده تحب تروح هناك عشان تقعد وايه تسترخي ترتاح. I think it will be beautiful too، I can't wait for the new shopping mall to open، مش قادر استنى نفسي يفتح بسرعة ايه جدا. خش معي ابدأ بايه بقى التشويس، استنى لما نجيب القلم. يلا ها، people go shopping to buy new clothes. اه برافو، نحط خط تحتيها clothes صح. There is a theater there، في هناك اسمه ايه ولا بقى؟ انهي رقم؟ letter B. ها that is exciting، ها sounds يعني ايه sounds يا ولاد؟ يبدو رائعا. different stores let you everything you want، باي برافو، يعني هنا ايه معناها ايه؟ يشتري اللي انت ايه عايزه. ها I go to the mall too my friends، انهي؟ ليه؟ عشان تو بعدها الفعل فين؟ ايوه نقول كده، تو بعدها الفعل فين؟ نطلع على الترتيب صح؟ جاهزين؟ انا مش جاهز. نشوف. ها باي شوبينج مول تو بيبل جو سينجز، نقول كده ايه مع بعض كده؟ بيبل جو، استنى اما اكتب بقى واحد على بيبل، ادي واحد. ها جو تو زاد، جو دي نمبر ايه؟ تو. تو نمبر 3، تو نمبر كام؟ 3. ها يلا ده شوبينج مول، ده نمبر 4، نمبر 4 شوبينج مول. برافو. ها تو باي، تو باي ايه؟ سينجز. سبحان الله، واحد اربعة. يبقى كده الجمله ناقصه يا اولاد تو. برافو، يبقى تو نمبر 5 وباي نمبر ايه بقى؟ ها 6 وسينجز نمبر 7، 6 وسينجز نمبر 7. ملاحظين في الجمله دي ان نمبر 5 مش هي كلمه ايه بقى قلنا؟ تو. تمام. السؤال الثاني رانيا goes to the mall، 1 goes number 2، 2 goes ها the mall، 2 number 3 ها the mall number 4، the mall number 4 ها 2 برضه ناقصه 2، يبقى نحط 5 مش موجوده برضه، يبقى هي 2 ها meet number 6 صح؟ the friend is number 7. تمام برضه 5 ناقص كلمة ايه؟ 2. يلا شاطرين برافو عليكم. بولد ابوت ذا اوت ووتر، اه ها هي استنى ما اكتب بولد نمبر ايه؟ 2. ذا بوت يبقى ذا رقم كام؟ 3. بوت رقم كام؟ 4. تمام 4 ها اوت 5، تمام لقينا 5 اهو. ها ووتر اوت اوف 6، اوف 6 صح؟ ووتر نمبر كام؟ تمام. يلا يو كان يبقى كان نمبر كام؟ 2. ها هاف 3 ها فيش 4 ها 4 نمبر 5 صح، يعني عال على الغدا وبعدين ايه دينر نمبر. تمام يو كان هاف فيش فور دينر، غدا النهارده ايه او العشاء. هي يلا لوك ذا نمبر 2 ذا ولا لوك ذا ات ات نمبر 3 ها ذا 4 سن 5 ها ديونز نمبر 6. تمام نراها بعد بقى كده. هي لوك ذا ات، هي لوك ذا ات سن ديون. تمام تمام نيجي نطلع الصفحه تاني.
يلا نختار. Last Friday I went shopping with my sister. We went to a famous shopping mall. The number A one. ها it was full of stores. Number مليء بالمحلات. There were also lots of cafes with tables and chairs. Number C bravo. ها outside I wanted to buy some new clothes. Number four bravo. تمام صباح خلص كده. نجيب اللي بعدها. ده ايه ده برضو نجيب يلا نشوف مع بعض كده. هركت على نون ستوب. ايطاليا I have got some great news. We will soon have a new shopping mall in our city and I am very excited. We need a new shopping mall. Shopping mall will have something for everybody. There will be different stores where you can buy everything you want. You can meet there to go shopping. There will be restaurants and cafes too. So it will be a fun place to eat. I hope my mom and dad takes us there to have lunch. And there will also be a movie theater. I can't wait to go. It will be a great place to meet friends. Would you like to meet me there? It will be a nice place to visit because there is going to be an amazing rooftop garden. There will be lots of trees and plants inside. The plants will make it cool. So I think lots of people will want to go there to sit and relax. يلا مع بعض. أول واحدة بتقول إيه عندنا؟ There will be shopping إيه؟ يا دي نمبر وان. تمام يلا اللي بعده. المول دي مول. You can buy lots of things from the stores. Number two. There will be a good place to eat in a هناكل فين في مطعم طبعا. Where can people sit and relax. حلوة قوي الحتة دي. وايه تاني؟ حاجة تاني كده؟ يبقى نكتب روف توب ايه؟ There will be lots of trees and sides. برافو روف جاردن. تمام يبقى دي نمبر كام؟ فور. فور اهي نكتب عليها فور. ها؟ Where can people eat؟ ريستورانت. اهي ريستورانت نمبر كام؟ اهي. فايف. تمام؟ اطلع كده الصفحه دي خلصت. خش على اللي بعدها. ليسون 5. شوف كلماتنا بتقول ايه مع بعض كده. يلا ها A visit to the desert. زياره الى صحراء. يلا ديد بالمز. ديد بالمز اشجار الايه؟ النخيل. ديزرت صحراء. اوسز. اوسز معناها واحد. جمعها الايتم بقى ايه؟ اوسز. ماشي. ليك بحيره. يلا ويل حوت. نير قريب. كيرفد منحنى او قوس حاجه مقوسه او منحنيه. ماشي كيرف. بوش. بوش يعني ايه بقى؟ في بوش البي تقيله يا ولاد زي بي فور بين اسمها يدفع. بوش معناها شجره ايه صغيره. ها باث طريق او مار. ساندي ديونز اصفار رمليه. سترينج شيبس اشكال غريبه. ستريت لاينز خطوط مستقيمه. سبايسز توابل او بهارات. ها اونيونز بصل. جارليك الثوم ابو 100 جنيه الكيلو دوت. باكت يعني ايه؟ الدلو او الجردل صح؟ ترافل انت ترافل يسافر الى ووكينج ثرو الماشي من خلال. نيكس تو يعني ايه بجوار. لونج واي فروم على مسافه طويله. باي ذا سي بجوار البحر. اوت اوف ووتر خارج المياه. تمام افعال يلا. بول كوك. سمايل اماجن. جرو جرون. كاتش كوت كوت. ستاند ستود ستود. درايف دروف دريفن. اللي بعده ده قطعه جميله رائعه حلوه القطعه دي. How did grandpa and Yunus travel into the desert? مش هقولها عندكم. ازاي يونس وجده سافروا في الصحراء؟ اويل ان ذا desert. حد يتخيل ان احنا نلاقي حوت في الصحراء؟ حد يتخيل حاجه زي كده؟ تعال نقرا ونشوف. يونس was walking through the date palm near his home. بيتمشى كده شجر النخيل اللي جنب بيته. It was hot and the sun was bright. وكان حر والشمس ساطعه. Yellow circle in the sky. Tall green grass and the bushes grew next to the bus to the lake. طالع tall green grasses حشائش طويله نباتات طويله وشجيرات نباتات صغيره كده يا اولاد جنب الايه؟ البحيره. يونس سو هيز جراند شاف جده بولينج هيز فيشنج بوت اوت اوف ووتر بيطلع المركب بتاع الصيد من الميه. هلو جراند با هي سيد ديد يو كاتش اني ثينج توداي؟ صدت حاجه النهارده يا جده؟ قال له ايه اي ديد ايوه صدت. جراند با شو يونس ا باكيت ورا له ايه؟ جردل ها اوف ثين سيلفر فيش مليان سمك ايه؟ فضي نحيف كده. فانتاستيك يعني ايه يا اولاد؟ رائع كده يونس.
وي كان هاف فيش فور النهارده هتعشى ايه؟ سمك. وي كان كوك ذيم ويز اونيونز جارليك اند سبايس، هنطبخهم السمك بالبصل والثوم والايه والتوابل. سي جراند بار ماما هاز فريش توميتس، ماما عندها طماطم. سو سي ديونس وي كان جرو ميني سينجز ان ذا اوسن، نزرع حاجات كتيره في الايه؟ في الواحه. كانت وي كانت معناها اليس كذلك؟ تاكيد. اند وي ار لاكي، محظوظين تو هاف فريش فيش، عندنا سمك ايه؟ طازه. When we are a long way from the sea، لما نكون بعيد عن البحر، سي جراند بار I'd love to live by the sea، بحب اعيش جنب الايه؟ البحر. سي ديونس I would go swimming every day، هروح اعوم كل يوم. Did you know that there used to be a sea where we are standing now؟ تعرف يا واد يونس ان كان في بحر هنا كمان في كده هنا يا جد في الصحراء؟ قال له يونس looked at the sand dunes، بص على الكثبان الرمليه كتير اللي قدامنا. Here but we are a long way from the sea، بس احنا بعيد قوي يا جد عن البحر. جراند بقى سمايل tomorrow I will take you into the desert، اخدك في جوله فين؟ And show you something you will understand، هوريك حاجه تفهمها كويس جدا. The next day جراند بقى دروب، تاني يوم بقى جده اخد مين بقى؟ يونس، ودخلوا فين؟ ها؟ صحراء. يونس looked at the sand dune under the blue sky، بص على الكثبان الرمليه تحت السماء الزرقاء. There was no water، مفيش اي ايه؟ ميه. جراند بقى زرونج جده غلطان، ده بيقول نفسه كده. He thought after some time، بعد شويه وقت كده جراند بقى stopped، جده ايه؟ توقف. ليه؟ They got out of the and walked، خرجوا وتمشوا كده شويه. They got out and ايه؟ يعني ايه walked؟ مشوا for a short time. Soon they saw strange shapes، شافوا اشكال غريبه. There were hard white shapes in the sand، اشكال بيضاء وصلبه فين؟ في الرمل. Some were straight lines، بعدها كانت خطوط ايه؟ مستقيمه. بعدها كان راوند، يعني حاجه ايه؟ دائريه. بعدها كلمه حاجه ايه ولا تقولنا مقوسه او منحنيه. Can you see what they are؟ تقدر تقول لي يا يونس؟ جراند بقى اسكت، قال له زي لوك لايك بيج فيش، جد عاملين زي يكون سمك ايه؟ كبير. اه يو ار اولموست رايت، تقريبا كلامك صح. ذيس ار ويل فوسلز، دي بقايا ها حيتان. وير دو ويلز ليف، الحيتان بتعيش فين يا معلم؟ قال له فين؟ ان ذا سي. سي يونس ذاتس رايت 40 مليون ييرز اجو، من 40 مليون سنه ايفري سينج هير ووز ها سي، كل حاجه كانت عباره عن ايه؟ بحر ميه. Imagine ذات، تخيل كده يونس. يونس كلوز هيز ايز اند imagine، قفل عينيه بدا يتخيل لو بقى كده ويعيش الموضوع. Being under the water، يعني تحت الميه. He thought about fish all around him، اكيد السمك حلو في كل مكان. And a big whale، وحوت كبير swimming past، معدي من جنبه. واو جراند بقى. I never thought I would see whales in the dry yellow desert، عمري ما تخيلت اني هشوف الحيتان في هذه الصحراء الجرداء. تمام؟ اللي بعده ده اولها، نختار مع بعضياتنا كده ونشوف. يلا جيب القلم. ار سمول تريز تمام، هننطقها بوشز تنفع ماشي. يونس لوك ذا ات ذا ساند ان ذا ديزرت، ديونز اللي هي الكثبان الرمليه. ها ذير ار مين مين ديت ايه؟ بالم، بالم يعني شجر الايه ده؟ النخيل. ان اوسس از يوجوالي ان ا، تبقى فين الواحه؟ في الصحراء. برج الخليفه از نوت اول اوفر ذا وورلد، يعني ايه فيه مشهور؟ تمام برافو ممتازين. ترتيب يلا جاهزين. هاف زي توميتوز جرون، ها يبقى زي نمبر 1، زي نمبر 1. هاف نمبر 2 صح؟ ها جرون نمبر 3، توميتوز نمبر ايه؟ تمام. جراند با نمبر 1 اهي صح؟ ها؟ اند برافو، يبقى اند نمبر كام؟ قولوا واحده واحده، اند نمبر كام؟ 2. يونس نمبر 3 تمام، راحوا فين بقى؟ جو، جو يبقى نمبر 4 جو صح؟ ها؟ انتو انتو دي نمبر كام؟ يعني دخلوا الى الايه؟ برافو تمام. اللي بعدها يلا يونس ها؟ توكس تو جراند با نيكس تو ذا ليك، اتكلم مع يبقى تو نمبر كام؟ 3. جراند با نمبر 4. ها اللي بعدها نمبر 5 تمام. ها ذا ليك نمبر 6، ذا ليك نمبر نتكلم مع جده جنب الايه؟ البحيره. ها يونس ايماجين زي ما تو اه، تخيل نفسه بيسبح مع مع الحيتان صح؟ يبقى سوينج نمبر كام؟ 3. ويز نمبر 4، ويز نمبر 5. برافو تمام.
اللي بعدها جراند با نمبر 1 ها جراند با سيز ذات ذا رولر تو يو تو بي ذا سي. برافو جراند با ها سيز نمبر كام 2 ذات نمبر كام 3 ذات نمبر 4 يوزد تو نمبر يوزد نمبر 5 تو بي نمبر 6 ذا سي نمبر 7 تمام يعني الصحراء كانت زمان ايه بحر يلا يلا ادي ووتر وجرو وثو وثرو وليك ونيل صح نبدا اول واحده يونس ووز ووكينج ثرو ذا ديد بالم نير هيز هوم صح يبقى دي نمبر كام 1 نكتب 1 ها It was hot and the sun was a bright yellow circle in the sky. Tall green grass and the bushes next to Guru. Number 2. صح. ها. Next to the bus. To the lake. Number 3. تمام ها. Yunus saw his grandpa pulling his fishing boat out of the water. Number 4. تمام تمام تمام. اللي بعده. نقرا قطعة نون ستوب حالا صح؟ The weather he tell fossil and climate change museum is a beautiful curved building in the desert near الفيوم. The museum looks like the large rocks in the desert. The museum was built in Wadi al-Hitam because of the amazing whale fossils that people found in the desert. Inside the museum is the largest complete whale fossil in the world. It is 37 million years old and 18 meters long. There are shark and crocodile fossils here. So people come here to find out about a big change in the area. This area used to be the sea. Whales and sharks used to swim here millions of years ago. But now the water is gone. The area is a desert. نجيب number one. Inside the museum is the largest complete whale fossil. Bravo. يعني أولاد. بقايا The area is an what now ها؟ desert طب مش هتسيب الديزرت وادي الحيتان فصل and climate change museum is near الفيوم what where was the museum built؟ بنا فين؟ وادي الحيتان اهي مش وادي الحيتان اهي؟ اهي تمام نمبر 4 صح؟ طب اللي بعدها what does the museum look like؟ يشبه ايه؟ looks in the desert اهي looks اهي looks like صح؟ large rocks in the دي نمبر كام؟ 5 تمام؟ طبعا خلصت؟ اللي بعدها ده يقول الكام ده؟ لسه 6 writing inscription يلا نشوف كلمات مع بعضنا colorful fish colorful fish يعني اسماك ملونه صح؟ بوتريب vacation vacation نسوي دي اجازه ناشونال بارك ناشونال بارك منتزه قومي او حديقه قومي ني الكي سايلنت لان وراها ان زي ايه ني ونو تمام ني يعني ركبه صح برايت فيجز تين هاني اميزنج يوغرت ديزرت ماسك سنوركلينج عندنا النهارده الفيجز التين اهوت والزبادي احنا في رمضان صح كده تعالى رمضان اهو اللي بعده يطلع اللي بعده كده اكسبريشنز اون فاكيشن حرف الجر السوقي بتاعها اون فاكيشن اون دي يعني اجازه فيل سيك عشان مرض ستي ويز جيت تو اندر ووتر فيل اكسايتد الافعال ترايد خلي بالك ان حولنا الواي لايه لاي اي دي لان حرف ساكن كونسونت بريذ ووك كوك تمام وور ورن دود دان باي بوت درايف دروف دريفن الله ده بتاع جميله جدا دي بقى يلا سيدي when you write a description لما نيجي نكتب وصف الحاجه اولاد think about what you saw فكر في اللي انت ايه شفته what you did واللي انت ايه عملته how you felt واللي انت حسيت بيه always use adjectives استخدم ايه صفات وادفيربس عارفين ادفيرب يبقى اخر اقول له واي زي slowly carefully sadly طب وجود الظرف منها ايه؟
اقول هي ستاديز جود ولا ويل؟ ويل. يبقى كله ياخد ال واي مع ده مين؟ جود. تبقى ايه؟ ويل. وايرلي تفضل ايرلي، فاست تفضل فاست، هارد تفضل زي ما هي هارد. بنرجع اهو الادفيرب تو ميك يور رايتنج مور، انت عشان نخلي كتابتنا شيقه وممتعه. وين يو هاف بتخلص تشيك يور ورك كيرفولي، اتاكد من شغلك كويس. كان يو امبروف اني ثينج، تقدر تحسن في حاجه ولا لا؟ يلا نكتب بقى يا سيدي. وي وينت تو شرم الشيخ اون فاكيشن، رحنا شرم الشيخ في ايه؟ في اجازه. ات واز ا لوت اوف فان، كانت ايه ممتعه. اون ذا لاست داي، في اخر يوم، وي جت ا بوت تو فيزيت راس محمد ناشونال بارك، خدنا مركب او قارب عشان نزور محميه راس محمد بتاع القوميه. اي لايك ذا بوت تريب، عجبني قوي ريحه القارب قوي. بات ماي ليتل براذر ادم فيلت سيك، اخويا حاسس بالايه؟ بتاع اول مره. دي حاجه اسمها سي سيك، ده ورا البحر. هي هاد تو سيت اون مامز ني، قاعد على رجل ايه؟ مام. When we got to the national park، لما وصلنا للمنتزه القومي، we tried snorkeling، حاولنا نجرب الغطس هي تحت الايه؟ المياه باستخدام الايه؟ جهاز اسمه التنفس اللي بيطلع من جنب الودن ولا كده فوق كده. It was amazing، كان رائع جدا. We wore mask، لبسنا الايه؟ الماسك over our face and used a snorkel، استخدمنا عارفين السنوركل؟ جهاز التنفس تحت الماء. To breathe under ايه؟ water، هي عشان تتنفس تحت الماء. We loved swimming in the clear water، warm water، عجبنا قوي السباحه في المياه الايه؟ النقية او الصافية الدافئة كمان. We saw bright colorful fish، شفنا اسماك ملونة كتير جدا. Swimming quickly around us، بتعوم بسرعة حوالينا. And some beautiful tall sea plants، وبعض النباتات الحية الايه؟ الطويلة. على طول كده جاهزين. Their vacation was fun، يعني ايه fun؟ ممتع. حلو قوي، ممتع، كلام جميل جدا. ها I liked that trip. اني امال الثانيه بوت معناها احزاء برقبه صح. وي مو لافد سويمنج ان ذا كلير وارم ووتر، مياه الايه الدافئه. وير ديد زي جو اون فاكيشن، راحوا فاكيشن فين؟ برافو. واي ديد زي يوز ماسكس اند سنوركلز تو بريد اندر، تمام. ترتيب، طب نمبر 1 اي، طب نجيب الصفحه من فوق، استنوا كده. شويس الاول، ماشي يلا. وي ونت تو شرم الشيخ اون، يعني قلنا يعني ايه اون فاكيشن بقى؟ في اجازه. اي لايك تو ايت ايس كريم فور ديزرت، يعني ديزرت حلوه وحلوه. اي فيلت سو اند اكسايتد، هابي، برافو، فرحان وسعيد. هيلب اس تو بريز اندر ووتر، جهاز التنفس والسنوركلز صح. وي جوت ابوت تو جو تو راس محمد ناشونال، الحديقه الدوليه او القوميه صح. نيجي بالترتيب يلا. نمبر 1 بتقول ايه؟ ليف وفيلج وسمول وايه صح. اه ليف ان ا سمول فيلج، يعني اي دي نمبر ايه؟ ليف نمبر ايه؟ two. اكتب كده تو هنا كده. ها ان نمبر 3، تمام. ان دي نمبر كام؟ ا نمبر 4. ال وحدها نمبر دي، تمام. سمول نمبر 5، سمول نمبر 5، تمام زي الفل. ها هاربور هاز الكسندريا فيري امبورتنت، الكسندريا هاز هاز نمبر 2، واحده واحده كده هاز نمبر 2، ا نمبر 3 صح. فيري ولا ايه؟ فيري نمبر ايه؟ 4. ها امبورتد نمبر 5، ها هاربر نمبر 6. حد عارف هاربر معناه ايه؟ تمام. وي ها يلا روفا، ها وي ايه؟ وي وينت اون ابوت 3، برافو يا رهف. يلا وي وينت نمبر 2 وينت صح. اون نمبر كام يا احمد؟ 3. انا بقى يا حمو 4، 5 من ايه بقى؟ 5 بوت. بوت تريب نمبر كام؟ يبقى وي وينت وانا بوت تريب صح كده. ها ذير اور ميوزيمز اند بلانتيريوم، ميوزيمز اند اند اي نمبر 5 صح. حد عارف بلانتيريوم معناه ايه؟ الحرس اللي هو بتاع السماويه، لا معرض القبه السماويه. يلا لايك ذا ريلي كالرفول سينج اي فيش ذا اي، اي ريلي لايك سينج ذا كالرفول اي ريلي نمبر 2، لايك نمبر 3، ها سينج 4، اي ريلي لايك سينج الاول نمبر كام؟ 4. ها ذا نمبر
5. ايوه كده. ها ازاي colorful number 6 ها fish number 7. تمام تمام تمام. نطلع بالصفحه فوق. ها يلا ايه ده؟ اول واحد اسمها ايه دي؟ ليرن وناشونال وايه كمان وبوت وبريد وسنور كيرنج. وي جوت ا تو فيزيت راس محمد. وي جوت ا صح ناشونال بارك مش كده؟ ثانيه اي لايك ذا بوت تريب وين وي جوت تو ذا ناشونال بارك. ناشونال صح. دي بقى نمبر ايه؟ 2 بارك. وي ترايد ايه؟ جربنا ايه؟ سنور كيرنج نمبر 3 صح كده؟ وي وور ماسكس اور فيسز اون اور فيسز and use the snorkel to breathe. يعني ايه breathe؟ لو شلنا منها ايه تنطق بريث النفس او التنفس. تمام يبقى breathe الاي اللي في الاخر هي إيه؟ اسمها كده الاي اللي في الاخر اسمها ايه؟ breathe يتنفس. شيل ايه تبقى اسمها breath يعني التنفس او النفس. تمام حط الاي. تمام كده اللي بعده قطعة. يلا جاهزين كده اهو. It was the best day of my vacation. I felt so happy and excited. Everybody got up early and we ate fruit and yogurt with honey for breakfast. Then we walked to the harbor in Hurghada and looked at the pretty blue fishing boats. I saw a man in an old truck. He was selling ice to the men in the fishing boats. After that we quickly walked to the fish market because it was getting late. Mom wanted to buy some fresh fish to cook for dinner. They ate fruit and yogurt with honey. يعني ايه honey؟ عسل. انتوا اللي عسل. Mom wanted to buy some fresh fish to cook for dinner. على ايه؟ على عشاء. The man in the old truck was selling ice. طب ليه كان بيبيع لهم تلج؟ عشان ريحته عسل. عشان السمك ايه؟ ايوه كده تمام. Why did the writer writer يعني writer الكاتب اللي كاتب بتاع القصه او القطعه دي feel excited and happy؟ ليه حس ان هو فرحان؟ ها؟ Because it was the first عسل of his vacation. تمام. دي نمبر كام؟ 4. ها؟ Why did they look at the harbor؟ ليه بصوا على الميناء؟ They looked at the pretty blue fishing boats in the harbor. أيوة كده. To see the pretty pretty إيه بقى؟ ها؟ أهي. Fishing إيه؟ بوتس قوارب الصيد. دي نمبر كام؟ صح كده؟ تمام. في حاجة بعدها؟ في أهو يا ولد. ده باراجراف عن الإيه ولا بقى؟ الفاكيشن. لما نيجي نكتب عن فاكيشن عن اجازه دايما نستخدم نحاول نستخدم الماضي الايه؟ البسيط بس سيمبل عشان تقول لي ايه بقى؟ عملنا كده صح؟ او لاست ويك وي جو ولا وي ونت؟ وي ونت اون ا بوت ها تريب تو شرم الايه؟ الشيخ. اي ونت او ونت ويز ايه؟ ماي اور فاميليز ها وي ونت باي ايه مثلا؟ بوت مش كده؟ عملت ايه بقى؟ وي سو كلرفول ايه؟ فيش. وي سو ذا ها بوتس او ايه؟ بيوتيفول بوتس ان ذا ايه؟ هاربور صح كده؟ وي ايه وها وانت سنور ايه؟ كيلينج وي ترايد سنور كيلينج جربناه صح كده؟ ات ووز ايه اند وكتبنا اكسلنس بوك عامل لكم عنه مجابه اهو اجابه نموذجيه في اخر الايه؟ الواحد. تمام؟ الصفحه اللي بعدها ليسن 7 نقرا مع بعض الكلمات جاهزين؟ جلاد جلاد سعيد سربرايز سربرايز فرايتن فرايتن loudly loudly فرايتن بتساوي سكير بس فيري سكير خايف جدا ويف معناها موجه ومعناها يلوح بيده يعني ايه يشاور بايه بايه زي باي كده كانتري سايد كانتري سايد الريف كانتري بس دوله او بلد لكن كانتري الايه الريف ها ريلوي سكه حديد ستيشن محط لايتس اضواء كوايت هادي ويندي عاصف هيل تل درايفر سواق صح فيلد حقل او حقل يعني غير زراعي ذا كانتري سايد او ذا كانتري تمام ها ليف ان ورك ان انذر كانتري ورك ان انذر كانتري يعني شغال في دوله ايه ثانيه ها بس اب هي كانتري هي جت معناها دوله صح اه بس اب اند داون ذهابا ورايح جاي بول اون يقع على سويتر
الجاكيت او الصوت ها تيك اوف يخلع ملابسه. وللطياره معناها تقلع يعني تبدا الايه الطيران. يلا الافعال دوركم جه اسك ويف ليف ووك ليف ليفت ليف سليب 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 هير هيرد هيرد اندرستاند اندرستود. هي هي تمام. القطع الكبيره دي روبرتا فيلز اند بيتر ليفد ان ا لارج هاوس ان لندن. روبرتا وبيتر عايشين في بيت كبير فين؟ في لندن في انجلترا. One day their father had to leave them to work in another country. باباهم جاله شغل في بلد ايه؟ هيسيبهم. يعملوا ايه بقى؟ This house is too expensive for us. البيت غالي علينا جدا. While father is away. ثم هو بره we must leave London. لازم نسيب ايه؟ ونروح لسمولر هاوس لبيت ايه؟ لان البيت كان كبير وبيتكلف حاجات كتيره جدا. In the countryside. فين حته ولاد؟ في الريف. في الريف. شاد زرعان سته في الريف. Said their mother, their new house was near a railway. بيتهم جنب محطة سكة ايه؟ فيسمعوا صوت الايه؟ القطر بقى مش عارفين دوشة بقى. طيب. They arrived in the night. وصلوا بالليل. And walked to the house. راحوا لحد البيت ماشي. منين؟ من المحطة. Why is it so dark? الجو ضلام كده ليه؟ من اللي بيسأل هنا؟ روبرت. At night in London. بالليل في لندن زي المدينة كده عندنا كلها ايه؟ أنا there were always lots of bright colorful lights. أنا في الشوارع في كل حتة لكن الريف ظلام شوية. There are no street lights. ما فيش أعمدة في الإيه؟ الشارع تنور الشارع. In the countryside. Said their mother. And why is it so quiet? ليه الدنيا هادية خالص ساكتين كده ليه؟ عندها دوشة لحد الفجر مش كده؟ طب ساكتين ليه كده؟ There are no street lights. خلاص كده؟ Ask him better. In London everybody walked quickly. كله إيه بيتكلم وبيتحرك بسرعة. And talked loud. بيتكلم بصوت إيه؟ ففي ضوضاء في الشارع على طول. There aren't many people in the country. مفيش ناس كتيرة في الريف لأنها اسمها sparsely populated. غير كثيفة الإيه؟ السكان. Said their mother that night the children didn't sleep. ما ناموش. It was quiet but they could hear animals calling in the night. صوت هدوء خالص. أيوه. والأولاد في الأرض مش عارفين يناموا سامعين صوت الحيوانات اللي في الشارع اللي سامعينها في أثناء الليل زي الديب بقى مثلا زي ثعلب بقى زي أي حيوان بقى كده. I am frightened. أنا إيه؟ سيد مين؟ فيلز. I don't like it here. مش عاجبني البيت ده عايزين نمشي. Every single look very different. كل حاجة مختلفة في الصباح. الصبح هقول بقى البلد إيه؟ جميلة وحلوة. The house was small. البيت كان صغير. But its rooms were sunny. هو ده كلها داخلها الإيه؟ الشمس. And from their bedroom من أوضتهم بتاعتهم الشباك بتاع أوضة نومهم they could see. شافوا بقى؟ فين؟ يا فندم. دي بيوتفل الجرين تريز صح قال فين شايفين بقى الحقول والمزارع والشجر. افري داي ترينز باز القطر بيعدي اب اند داون رايحه وايه جايه على السكه الحاجه الوي نير زير هاوس تشيلدرن لافد واتشينج ذا ترينز الاولاد عجبهم بيتفرجوا على ايه على القطارات. وين زي ويفد تو ذا بيبل اون ذا ترين لما يشاوروا للناس اللي في القطر الناس بي ايه اهو ويفد باك بيرد لهم الايه التحيه. وان داي ذا تشيلدرن وير ووكينج نير ذا ريل واي ات ووز فيري ويندي ماشيين جنب السكه الحديد الاولاد كده الجو كان هوا جدا. اند بيتر ووز فيرسر كان مندهش وان هي سو ا بيج اولد تري شاف شجره ايه؟ ات ووز موفينج يعني ايه موفينج؟ اتحرك. لوك هي سيد ذا تري از فولينج اون ذا ريلوي الشجره هتقع على الايه؟ على شريط السكه الايه؟ اللي مش على القطار. وات كان وي دو نقدر نعمل ايه؟ تعال شويه يقدروا يعملوا ايه كده؟ سيد فيلز اترين ويل هيت ات القطر هيصطدم بيها اترين ويل بي هير سون القطر جاي قريب جدا. قدر وقت وليل القطر ايه؟ ايه؟ ها بيتر يور سويتر از ريد الجاكيت بتاعك لونه ايه؟ طلعه كده وشاور بيه لسواق الايه؟ قطار لما يشوف اللون الاحمر يعرف ان في حاجه ايه؟ خطر يحاول يوقف الايه؟ قطار عشان ينقذ الناس اللي فيه لان لو صام بالشجره هيتقلب والناس كلها هتموت. ها تيك ات اوف اقلع الجاكيت واي قال لها ليه؟ هنعمل بقى وي كان ميك ا فلاج هنعمل بايه؟ علم احمر ويز ات ريد فلاج العلم الاحمر معناه ستوب يعني ايه؟ توقف. زي ران باك الونج ذا ريل واي تو اهل رجعوا جري وطلعوا على حته ايه؟ عاليه هضبه او تل كده. وين ذا ترين كيم لما القطر قرب زي ويف ذا سويتر تو ستوب ات شاوروه بالايه؟ بالسويتر عشان يوقفوه. ذا ترين ووز فيري فاست كان سريع جدا. بس ذا درايفر سو ذا ريد سويتر السواق شاف الترين الايه؟ الاحمر ده اند كويكلي ايه يا اولاد؟
took the train before it hit the ايه train. قبل ما يخبط في الايه هي كده انقذ كل الايه الركاب. Thank you children. شكرا يا اولاد. طب بيقول لهم كده سواء القطر. You helped everybody. ساعدتوا كل اللي راكبين على الايه القطار. You did the right thing. عملت تصرف الايه الصحيح. That night في هذه الليله they hear the animals calling again in the dark. سمعوا تاني بالليل صوت الايه حيوانات. Are you still frightened of the countryside field؟ مامته تساله انت لسه خايف من الايه من الحيوانات دي بالليل يا فيلز؟ قال لها نو اي نو ات از جاست ا فوكس. عارف ان هو بس ايه تعلم. سيد فيلز اي دونت نو وات ات ووز وين وي فيرست ارايف. ما كنتش عارف هو ايه اول ما جينا هنا يا ماما. اي لايك ليفنج هير. عجبني بقى المعيشه ايه هنا زي ما انتوا عايزين تعيشوا فين في البلد. سيد مين بيتر اي ويل بي جلاد. هبقى سعيد جدا وين وي جو باك تو لندن. سيد مين روبرت. هبقى فرحانه لما نرجع ايه لندن. بات اندرستاند لايف ان ذا كانتري سايد ناو اتس ا جود بليس تو ليف. انا فهمت الحياه فين في الريف دلوقتي وده مكان جميل نعيش ايه فيه. اللي بعده يلا شوف الاختيارات. روبرتا فيليز اند بيتر ليفد ان لانها ليفد صح؟ اوبزيت اوف ذا وورد اكسبنسيف. عكس اكسبنسيف يا اولاد يعني تشيب. امال شيب بالاس اتش معناها ايه؟ برافو. ذير ار اي بيبل ان ذا كانتر سايد يعني ايه فيو عدد ايه؟ طب ايه الفرق بين فيو وليتل اللي جنبها؟ قليل. ما هي برضه فيو قليل بس فيو للعدد حاجه بتتعد لكن ليتل لحاجة لا يبقى ليتل ووتر ليتل رايس وليتل معناها صغير ممكن اقول ليتل بوي ولد ايه صغير تمام. عكسهم بقى مين؟ ماتش ويني. ماتش يعني كثير للايه للكميه التي لا تعد ويني معناها كثير العدد. واي ووز ات سو دارك ان ذا كانتري سايد؟ بيكوز ذير ار نو ستريت لايتس. برافو. بيكوز ذير وير نو ستريت ايه لايتس. وات ووز ذا تكست القطعه كانت عن ايه؟ برافو. موفينج انتو ايه ذا كانتر. برافو تمام 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 الله ينور. كمل. ايوه. وات هاو انجوي دو اكسندريه مش كده؟ وير ديد يو جو السمر؟ اي وينت تو دي نمبر كام دي؟ 1. ها ايه بقى ديد يو فيزيت زير؟ وات زرت ايه هناك؟ دي نمبر كام؟ 2 صح؟ زرت ايه في اسكندريه؟ اي فيزيت ذا بابليوتيك الكسندريه اللي هي مكتبه اسكندريه صح؟ سؤال ديد يو جو زير؟ يعني ايه هاو؟ رحت بايه؟ رحت ازاي هناك صح؟ ها؟ دي اي وانت باي ترين. ديد يو ايه؟ دي بقى المفروض دي تبقى انجوي رقم كام؟ هو 4 كتاب نسي تمام تمام يبقى انجوي نمبر 4 اصلا الاجابه هي يا ولاد انجوي دي نمبر 4 تمام؟ ديد يو انجوي ات؟ استمتعت هناك؟ قال له يس اي ديد استمتعت جدا. تمام كده؟ دي بقى هديه من كتاب اكسلنس بوك لجميع الطلاب ومدرسين واولياء الامور. ما سجستد باراجرافز الموضوعات اللي مقترح يجي عليها باراجراف في هذه الوحده. اولهم ها اتريب تو ايه؟ نقرا بقى اهو اي جو ولا اي وينت؟ استخدم زمان هنا ايه؟ الباست سيمبل. الباست ايه؟ اهو اي وينت تو الكسندريا لاست ايه؟ ويك. اي وينت باي. اي وينت ويز ماي. اي سويم ان ذا سي. اي بيد اون ذا بيتش. اي انجويد فيري. اي وينت هوم ان ذا كله بقى. طب تعالى على البابليوتيكا الكسندريا. ها هنا هنوصفها. The library is a famous modern building near the harbor in Alexandria. يعني ايه؟ مينا في اسكندريه. المكتبه مبنى مشهور جدا جدا قرب المينا في اسكندريه. The round building is beautiful and different to anything. يعني ايه يا اولاد؟ مبنى ده جميل ومختلف عن اي شيء. I have seen before. It has over 4 million books. في اكثر من 4 مليون كتاب. Here are also museums and planetarium. وكمان في ايه؟ ها متاحف صح؟ وكمان قبه سماويه. Where we saw an amazing display. شفنا عرض جميل جدا عن الستارز and a vacation to شرم الشيخ. نفس الاولاني برضه لاست ايه؟ ويك او يستر دي وهكذا. دي بقى كده هديه من كتاب المميز بتاعكم اكسلنس بوك. الهديه اللي بعدها بقى مهمه جدا اسمها كي سنتنس. الجمل الملخصه للوحده كلها. الشاطر في الاولاد والبنات يقرا الجمل دي كويس ويكتبها مره واثنين ويحفظها. هتنفعه جدا في كتابه باراجراف، هتنفعه جدا في فهم القصه، هتنفعه جدا في الترتيب، هتنفعه جدا في اختيارات. فدي ملخص وحده لازم تقراها كويس جدا 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 جدا. تمام؟ عنوان الوحده عندكم اسمه ايه يا اولاد؟ ماي وندرفول. تمام.
ماي وندرفول يعني مدينه الايه الجميله. نبدا مع بعض من كتابنا اكسلنس بوك وكتابنا معودنا مع بعض كده. اول حاجه بيديها لنا يدينا كلمات الدرس كده. واضحه الصوره؟ تمام واضحه. نصغر سنه. تمام هنقرا كلمات مع بعض. مين يعرف يقرا؟ انا هقرا وانت اقرا ورايا. هاربر. هاربر معناها مرفق او ميناء السفن. اكواريوم. اكواريوم عارف حوض السمك او معرض الحياه المائيه. ريونز. ريونز اثار او اطلال، مباني قديمه متكسره وهدمت زي المعابد القديمه كده يا اولاد. فورت. فورت حصن او قلعه. سيتي. سيتي. فيليج. فيليج. بوت. بوت. ابلي. بلي يعني ايه؟ لا بلي. بلي معناها ايه؟ اي كان بلي ذا جيتار. يعني صح تمام. طب اي واتش ابلي اتفرج تعالى يبقى لها كم معنى؟ بلي يلعب يعزف. ها مسرحيه. سيتاديل. سيتاديل. ترام. شيب. ميتنج. سون. ديفرنت. انشنت. بلوج. ديسبلي. بلانيت. اكسايتنج. بيلدينج. اميزنج. ستارز. ستارز. ميوزيكال. سانسيت. بلانيتيريوم. بلانيتيريوم يعني ايه بلانيتيريوم؟ اسمها ها القبه او معرض الاحياء المائيه بتاع اللي هي الاجرام السماويه الفلكيه. شو. 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 بايك باث. بايك باث طريق الايه الدرجات. يونيفرستي. يونيفرستي جامعه. سيبليشنز مع بعض يلا. ترافل اراوند. ترافل اراوند. جو اون ابوت تريب. جو اون ابوت تريب رحله بالاولاد القارب ميه. ذا راوند بيلدينج. ذا راوند بيلدينج المبنى الدائري. كلر فول فيش عارفين اصلا كلر لون؟ كلر فول معناها ملون. كلر فول فيش اسماك ايه؟ ملون. سي انيمالز. سانسيت. اون ذا سي. ات يونيفرستي. يوز تو از ويل از. الصفحه اللي بعدها بقيه الكلمات دي ولا ايه؟ لا لسه بقى كلمات يعني الافعال الفيربس. ها كلمه ريجولر افعال منتظمه صح؟ ايه الريجولر غير؟ انا هقرا المنتظم ترافل انتوا تقولوا ترافل. لا ترافل. فيزيت. ليف. بروتكت. رنت. رنت يعني اجر. في اجر. سي سو سين. شو شود. شون. بيلد. بيلت. بيلت. ثينك. ثوت. ثوت. جو وانت جان. نقرا بقى مع بعض الايه؟ ريد سيتي اند ايه فيلاج لايف. عارفين دول؟ معايا كلكم؟ وات دو يو نو اباوت الكسندريه؟ تعرف ايه عن اسكندريه؟ ريد ذا بلوج هاو ديد نسمة اند هير فاميلي ترافل اراوند الكسندريه؟ ازاي نسمة وعائلتها بيسافروا اسكندريه؟ ها؟ ماي سيتي فيزيت باي ها؟ ايدج كام؟ يعني ايه ايدجد؟ سنها كام؟ تسع ايه؟ سنين. Last week I went to Alexandria with my family. I live in a small village between Alexandria and Cairo. حد يعرف يترجم؟ برافو. برافو برافو برافو. انا هكمله ها. I live in a small village. ترجم. برافو. So it was exciting to visit a big city. لذلك فهو من المدهش زيارة هذه المدينة الايه؟ كبيرة. These were some of my favorite places. هذه بعض الأماكن الايه؟ تمام الجميل اللي زرته. يلا اللي بعد. ذا هاربر اللي هو الايه؟ المرفق او الميناء بتاع السفن. الاسكندريه هاز ا فيري امبورتنت هاربر. اتس اولدست اند بيجست ان ايجيبت. حد ترجم. اسكندريه فيها ميناء ايه؟ كبير اقدم واكبر ميناء فين؟ ها؟ وي ونت اون ابوت تريب فروم ذا هاربر ات سان سيت. برافو. الى الميناء عند غروب. It was beautiful because we could see the city and all the boats on the sea. لقد كانت رحلة ايه جميلة؟ ها؟ لأننا تمكنا من مشاهدة ايه؟ المدينة and all the boats وكل الايه؟ المراكب فين؟ في البحر. We visited the citadel. زرنا القلعة. بتاعت مين اسمها قلعة قايتباي؟ قلعة ايه؟ قايتباي. This is a very old fort. فورت يعني ايه قلنا؟ حصن أو قلعة. برافو. الحصن كان بيتعمل عشان يدافع بيها عن المدينة يا ولاد. قلعة يتحموا فيها. The people used اهي بروتكت ذا ايه؟ بابليوتكا. عارفين بابليوتكا؟ بابليوتكا الكسندريه اللي هي مكتبه
اسكندريه، بيبليوتيكا، ها الكسندريه. This library is a famous modern building near the harbor Alexandria. حد يترجم؟ صح ها؟ ها هو مبنى حديث مشهور بالقرب من ايه؟ اسكندريه. The round building مبنى شكل الاولاد دائري. It's beautiful and different to anything I have seen before. مختلف عن اي حاجه شفتها قبل كده. It has over 4 billion books. في كام يا اولاد؟ 4 واكتر. اوفر عن اكتر. Here are also museums and the planetarium. فيها ايه؟ متاحف وفيها معرض القبه الايه؟ السماوي. Where we saw an amazing display. يعني display عرض. شفنا ايه؟ على stars and planets. Stars and ايه ال stars دي؟ planets. نجوم والايه كمان؟ Alexandria University جامعة اسكندريه. When we were in Alexandria we visited my cousin. زرنا مين؟ نعم. She is at university. بنت عمها في الجامعه اهي. There and she's studying science. تدرس ايه؟ science. She showed us where she studied. وردنا كانت تدرس ايه؟ B. The university buildings are very big. كبيرة. A lot bigger than my school. أكبر مدرسة بكتير. There are lots of students and I think it would be a great city to study in. مدينة جميلة للدراسة. آخر حاجة ده أكواريوم. إيه الأكواريوم؟ معرض الأحياء المائية لواحد سنة. I really liked seeing the colorful fish and the sea animals in the aquarium. أنا بستمتع فعلا بمشاهدة الأسماك الملونة والحيوانات البحرية فين؟ في معرض الأحياء المائي. It is not very big مش كبير but there are lots of different things to see. مش كبير بس في حاجات كتير تتفرج عليها. I learned a lot about fish in the Mediterranean Sea. تعلمت كتير عن الايه؟ الاسماك اللي موجوده في الميديترينيان سي اللي هو برافو. And the Red Sea البحر ايه كمان؟ As well as fish which live in the Nile. وكمان السمك اللي بيعيش فين؟ النيل. اللي بعده. تمام كده؟ اخر حاجه اللي شافوها هناك ها رومان ايه؟ امفيثيتر اللي هو المسرح الاولاد الروماني. ها وي فيزيت ذا ريونز اوف انشنت رومانز امفيثيتر يعني بقايا او اطلال او اثار الهدم اللي موجوده في المسرح الايه؟ الروماني. ان ذا سيتي الونج تايم اجو بيبول يوز تو ات فور ميوزيكال شوز كانت بتعمل في عروض ايه؟ موسيقيه. ميتنجز اجتماعات اند بليز مسرحيات. It was interesting to visit. Somewhere so old. شيء ممتع جدا انك تزور مبنى قديم جدا بالمنظر ده. ما هو من ايام وقت الرومان. It was fun to be in Alexandria because there are lots of things to see and do. حاجة كتير قوي حلوة تعملها وتشوفها هناك. Over 3.5 million people live there. فوق 3.5 نسمة عدد سكان ايه؟ اسكندرية. So there is a lot of traffic. يعني ايه في ترافيك؟ زحمة مرور كتيرة. There are bike baths. يعني ايه bike baths؟ ممرات للايه؟ in some parts of the city and do you and you can rent bikes to travel around. تقدر تأجر عجلة وتلف بيها كمان. But we traveled by tram. احنا سافرنا بالايه؟ ترام. It was easy and cheap. حاجة سهلة وحاجة ايه كمان؟ رخيص. And we saw lots of different places. I can't wait to visit the city again. نفسي اروح ازورها مرة ايه؟ تانية. دي بقى حاجة اسمها المين بوينتس يعني يا اولاد النقاط الرئيسية في الدرس. اهي. ملخص لنا الدرس بكام نقطة كمان ذا لاست اهو لاست ويك نسمة نفس الكلام اللي الدرس لسه قايلينه تمام؟ تعال نشوف بقى الأسئلة بقى هتعملوا فيها إيه؟ جهزوا بقى استعدوا بقى نكبر الأول عشان نشوف خليك مع أحمد خليك مع أنس ماشي؟ كده كويسة؟ أه ماشي اول سؤال اسمه ايه؟ choose the correct answer from A B C or D ماشي انا هكتب بقى اهو وانتوا هتقولوا هكتبوا خلي بالكم لا انا راح فين؟ الكسندريه has a very important يعني ايه هاربور؟ برافو ماشي سيتي الافق قايد باي از فيري اولد يعني ايه بورت؟ حصن او قلعه حصن او قلعه الدفاع نسمه وانتوا ا تريب فروم ذا هاربور ات ذا سانسيت ها يعني ايه بوت تريب رحله بال ايوه وي كان سي ا ديسبلاي اباوت بلانس اند ستارز ات ا يعني ايه بلانيتيريوم معرض القبه السماويه تمام اللي بعده ايه ده بقى عايز ايه وعايز ايه الاول استنى مش عايز ايه الراجل ده ايه الترتيب اهو بوت ذا ووردز ان ذا كوركت اوردر تو ميك سنتنس ليف فيلج سمول اي ان اي ليف ان ا سمول برافو الثانيه
هاربور هاز اكزنريا فيري امبورتنت ايه ها يعني ايه ميناء برافو وينت بوت اون وي تيب ترو ها وي وينت اون ايه طب انا عايز حد يقول لوحده بس واضح صوت عالي قول يا رهف برافو زي الار ميوزيمز اند بلانتر انا ساينس ستاديز مونا يونيفرستي ات اكسندريا مونا ستاديز ساينس ات اكسندريا يونيفرستي برافو برافو يبقى مونا بتدرس الايه ولادة الايه ساينس يعني ايه علوم في جامعه اسكندريه التكمله يلا يا ريت اند كومبليت سيتادل سي هاربور شيبس سيتي احنا قلنا لسه حاجه اي ونت تو اكسندريا لاست ساتردي اي ونت زير ويز ماي براذر هاني وي ونت اون ا بوت تريب فروم ذا قول يا احمد صوت عالي يعني ايه هاربور ميناء هنقول عمرو بقى قول سلامه يبقى احمد عمرو احمد سلامه عشان ما تلخبطش ماشي وي سو ميني ايرودينا تعرفي شيبس برافو يلا يا احمد سلامه وي اولسو سو ميني بوتس اون ذا ها سي برافو وي انجويد اور تايم اللي جاهز وي انجويد اور تايمز فيري ماتش ات توك سام فوتوز اوف ذا سيتادل تمام تمام اطلع اللي بعد كده فاضل ايه تاني هات اللي بسمعها اللي بعدها دي القطعة الله 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 حلوة كده القطعة انا هقرا القطعة نانو ستوب عارفين نانو ستوب من غير توقف واللي هيغلب بقى وحر We visit the ruins of ancient Roman amphitheater in the city a long time ago people used it for musical shows, meetings and plays It was interesting to visit somewhere so old. It was fun to be Alexandria because there are lots of things to see and do. Over 3.5 million people live here, so there is a lot of traffic. There are bike paths in some parts of the city and you can rent bikes to travel around, but to travel by tram. It was easy and cheap and we saw lots of different places. I cannot wait to visit the city again soon. جاهزين؟ ها اهدي People use the ancient محدش كلم ارفع ايدك People use the ancient Roman amphitheater for musical برافو يا حنين People can rent it اللي يعرف ارفع ايده محمد سلامة بايكس برافو It was easy and they traveling by tram راينا اني cheap برافو يعني cheap ها رخيص الأستاذ عزل عايز تقول ماشي من اللي بترفع البتاع دي طب زميلك تعرف يا احمد تعرف يا احمد ده why was it fun to be in Alexandria انس because it had many different places and all things كنا قلت يا احمد هي دي كنت قلتها رد طب تمام قول يا انس تاني why is there a lot of traffic in Alexandria اه because there is More than 3 million. برافو مور ذان 3.4 مليون ايه بيبول ليف ان ايه الاسكندريه نرفع السياره الباراجراف بقى اسمه اتريب تو الاسكندريه احنا بقى هنعمل باراجراف كده بمزاج فاضي ورايق والاخر كده كده الباراجراف بتجاوب عنه في اخر الكتاب لا مش عايز من الكتاب بقى بص كده الباراجراف عنوانه ايه اتريب يعني رحلة إلى إيه؟ أنا هقول جملة بالعربي وترجمها إنجليزي. حلو كده؟ اللي يعرف يترجم يرفع إيده. أنا ذهبت إلى الإسكندرية الأسبوع الماضي. أنا قلت ترفع إيده ما يقولش. قول يا رهف بصوت عالي. برافو أي وين تو الإسكندرية لاست إيه؟ طيب اللي بعدها أنا ذهبت مع عائلتي. أي وينت إيه؟ With my family. نحن ذهبنا بالسيارة. قول يا حسن سلام. We went by car. عمل لي ايه بقى اسكندرية بقى؟ ايوه يقول لي انا عمت في البحر. انا هتكلميش ارفع ايدك. انا عمت في البحر. غلط. اسوام مش الجملة ماضي مش قلنا last week. انت قلت سويم. يبقى اي سوام ان ذا سي صح كده؟ طيب حد يقول لي بابا جلس تحت الشمسيه
My dad sat under the umbrella. My dad sat under. حد يقول لي ماما عملت سندوتشات. أنا. ميك ولا ميد؟ ميد ما تنطقوا اسمها ميد ايه؟ ساندويتش صح كده؟ حد يقول لي بقى احنا قضينا وقت جميل. قولي برافو وي هاد ا نايس تايم. حد يقول لي احنا كنا سعداء. قولي يا انس وي وير ويرليا الماضي من ام واز واروز وايه؟ يبقى احنا كنا ها سعداء رجعنا البيت بالليل وي ها ها we went home ايه ات ايه طب حلو قوي الصفحه اللي بعدها ها هاتوا الكلمات دي بسرعه جاهزين ها خالد الخليلي انطقوا خالد الخليلي سبورت سنتر كافيه بيتش كوايت كوايت ديليشس ماركت ديفرنت هنجري تيست فاني ريسايكل صوت واضح برضه هو كان شغال كويس اد ذا دور اد ذا دور هاف فان ميد فروم تو ويل نيكست تو ميد اوف توك اباوت از ويل از اون ذا تيبل فاهم منتظم الله انا هقول ده بتقول بلاي لا انت تقولوا بلايد لايك لوك رايف نيد توك تيك توك تيكن ميت مت مت ايت ايت ايتن باي بوت بوت سيل سولد سولد تل تولد تولد الصح ايوان 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 يلا يا اولاد ادي الصفحه الجميله دي Which place is very quiet? Which place is very... What's your favorite place? لقيتوا يا؟ تمام؟ My favorite place is the sports center in our village. Everybody goes to the sports center on Thursday night. بقول المكان المفضل بتاعه هو المركز الرياضي القرية عندنا مركز الشباب يعني Everybody كل واحد فينا بيروح المركز ده ايه؟ On Thursday يوم الخميس بالليل آخر ايه؟ أسبوع بقى عشان اتصالح أجازة We all meet all our friends. بنقابل كل اصحابنا هناك بلاي سبورتس نلعب رياضه and have fun ونستمتع. ده كلام مين؟ لارا. مين اللي بيقول تابع مجدي بيقول ايه؟ My favorite place is the cafe next to my grandparents house. المقهى او القهوه اللي جنب بيت جده. Don't eat anything before you go there. ما تاكلش حاجه وانت رايح هناك ليه؟ The cakes are very big and there is nothing there I don't like. كانت كبيره وحلوه وكل حاجه بحبها. ده مين ده؟ مجدي. قصاده في دالي، شفت دالي اللي قصاده؟ Somebody first took me to the خلي خلي صح كده market when I was 6 وهي عندها 6 سنين it's a fun place to visit كان جميل للزيارة and you can buy everything تشتري كل حاجة you need there I bought something there last week أنا اشتريت حاجة الأسبوع اللي فات من هناك I think everybody who visits Cairo should come to this market أعتقد إن أي حد ينزل القاهرة لازم يروح يزور خلي إيه خلي هيرد عندها بقى مين فارس قال إيه بقى my favorite It's a beach near our house. It's beautiful and quiet and ها nobody knows about it. ما حدش يعرف عنه حاجة. ده مين ده؟ ده ايه اللي بيتكلم على ايه؟ We don't usually meet anybody when we go there. ايه بقى قصده على ايه؟ beach. صح؟ مين تاني بقى؟ تقول هاي I am ايه يا ولاد؟ نسمع؟ I love going to the park on the weekend. I meet my friends there and we play games. It's a beautiful place. And everything in the park is clean. No one leaves garbage. ما حدش بيرمي زباله هناك. Or drops litter أو يرمي القمامة بتاعته هناك. Everyone in my family loves the park. كلنا بنحب الحديقة دي. Two. Sometimes my mom and I play with my little sister. بنلعب مع أختي الصغيرة اسمها داليا. And my dad plays football. بيلعب كورة with my brother وليد. حلو كده؟ اللي بعده اسمها المين بوينتس. المين بوينتس. تمام؟ طب اللي بعدها اجهزوا استعدوا دوركم جه يا قطعه ولا ايه انا ما شايفش جو يلا انا ادون توقف
تقول هاي ام نسمع اي لاف جوينج تو ذا بارك اون ذا ويك اند اي ميت ماي فريندز ذير اند وي بلاي جيمز اتس ا بيوتيفول بليس اند ايفريثينج ان ذا بارك از كلين نو وان ليفز جاربج اور دروبس ليتر ايفريون ان ماي فاميلي لافز ذا بارك تو سامتايمز ماي مام اند اي بلاي وذ ماي ليتل سيستر داليا اند ماي داد بليز فوتبول وذ ماي سيستر براذر مين ولي سامع لافز جوينج تو ذا مين عارف تعلم الاجابه كده النود قول يا بقى اقرا افتكر كده بارك الحديقه ايفريثينج ان ذا بارك ايزنت برافو ضحك عليا في ايه بقى از انت مش از لو هو از كلي يبقى از انت ايه الثالثه يا احمد وي سام تايم احمد عمرو وي سام تايمز بلاي فوتبول هو لافز ذا بارك ولا هتقولي نسبه مش انت مش نسبه تقول ايه ها نسبه How many persons are there in Nisma's family? عايز تركيز. Five. شعر. Nisma. ها Nisma واختها مين؟ داليا واخوها وبابا ايه؟ يقول five persons. Five ايه؟ ده كلام جميل. الترتيب. About we evolution today are talking. قول لي يا احمد يا عم. صوت عالي. Today we are talking about ماشي كان ذا بي جاربج سيتي ها مين يعرف مين متاكد من اجابته قول يا رهف ذا جاربج كان بي ديرتي هنقعد ساعه اللي بعد كده رينفورس ليف لوتس ان ذا انيمال ها قول يا انس ليفز ولا ليف عشان انا مش جامع lots of animals live in the rainforest اربعة learning are there كلام يتشنج about مين اللي جاهز ها احمد سلامة بصوت عالي برافو they are learning about climate change two is pollution stop what she doing ها مين اللي جاهز قول يا حنين كده جرب يا حنين what ها ايوه صح ستوب ها قول قول يا انس يعني ايه هي بتعمل ايه علشان توقف برافو ايوه كان طاقه كده يا غجر اللي بعده ايه ده بقى يلا اللي جاي جميل اهوت حلو قوي ده بقى ده درس عايز حد كده يركز معايا خمس دقايق بالظبط اسمها indefinite pronouns ضمائر غير محدده some any no every قول معايا some any no every some any no every everyone everything everywhere everyone يعني ايه كل واحد صح طب everywhere طب everything طب someone شخص ما somewhere في مكان something شيء anyone اي واحد anywhere اي مكان anything اي شيء no one ولا واحد nowhere لا ولا في اي مكان nothing لا شيء نقول بقى اول معلومة نقولها كده شايفين اني مش احنا عارفين ان اني بتحب النفي صح حد يقول لي انا ما اشتريتش اي حاجه ترجم انجليزي امس لم اشتري اي شيء اي امس يعني الجمله ايه يبقى اخر اي ايه بقى باي انيثينج ديدنت اي ايه اي ديدنت باي انيثينج عايز اخليها نو نو يعني ناثينج يعني ولا شيء زي امبارح عامل انت ولا حاجه اقولها ازاي لو جبتها صح تبقى عسل برافو هشيل didn't وإني واخلي الفعل الماضي عادي جدا واحط النفي اللي هو بيبقى قول بقى معايا ها نو بتساوي not any تاني نو بتساوي يبقى I didn't buy anything يعني ايه ما اشتريتش اي حاجة مش اشتريت ايه ده يعني انت ولا حاجة يبقى I bought ايه nothing I didn't see anyone يعني ايه شوفش اي حاجة يبقى I saw no one فاهمين كده طيب I bought everything اشتريت كل حاجه انا عايزها هدول ما اشتريتش اي حاجه قلنا اي دينت باي ان ايه سي
يبقى نقول ان اني بتساوي مين بقى؟ نوت مع اني بتساوي نو. نوت مع اني بتساوي ايه؟ نو. افري يعني الكل، سام يعني ايه؟ بعض. اهو شيء ما عندكم ايه. تعال نشوف كده كتاب عملنا فيها ايه. We use something to talk about things. نتكلم عن الايه؟ الاشياء اهو. There is something in my garden. في حاجة فين؟ في الجنينة. ها. We use somebody. يعني somebody شخص ايه؟ ما. There is somebody in my house. عند ضيف في البيت. We use anything او anybody questions in. بص بقى اهو. any جاي فين؟ question and negative. question and النفي وال سؤال. النفي وال ايه؟ حلو قوي اهو. there is somebody in my house. وعلى كده ايه بقى؟ تعالوا كده نشوف كده ايه اهي. is there anything to eat؟ مش حاجه ناكلها يا اولاد. قالوا ايه؟ I didn't see anybody at the bus stop. ما شفتش اي حد في الموقف. عايز اخلي الجمله ده ايه؟ I didn't see anybody. عايز اخليها نو. برافو يا راف. I saw ايه؟ nobody at the bus stop. we use everything to talk about all or some things. بنستخدم كلمة everything عشان نتكلم على كل ايه؟ حاجة. كل ايه؟ everything is room is dirty. كل حاجة في الأوضة دي معفنة كده، صح؟ ها؟ we use everybody. يعني everybody؟ كل واحد، عشان نتكلم عن كل الناس. اهو everybody has a guitar. كل واحد فينا عنده ايه؟ واحد دخلت ولا ايه؟ اذا بعدها يلا مين اللي جاهز بقى؟ الله الله الله. nothing بقى في اخر واحده كلمه نو. نو يعني ايه؟ ولا حاجه، صح؟ طب no one لا احد، nothing لا شيء، nowhere ولا في اي ايه؟ طب ما تيجي تقول كده ايه؟ I looked for my book everywhere. يعني ايه؟ حد يترجم. I looked for my book. خدنا look for معناها يبحث. يبقى دورت على كتاب بيقول لي ايه؟ طيب but I didn't find it anywhere. لم اجده في اي ايه؟ مكان. at last I found it somewhere. يعني ايه بقى؟ لا at last في الاخر لقيته في مكان ايه؟ ما فهمتوها كده؟ طيب تعال نشوف بقى ايه كلمه نو هي عندكم ايه؟ anything لا شيء. خلاص خش بقى على الايه على طول على التمرينات ونشوف بقى مين اللي هيبقى شاطر ومين اللي هيبقى معفن. ترتيب في الترتيب الاول. ايوه بلينج everybody enjoys games. الكل مستمتع. قول يا رهف. برافو. everybody enjoys playing games. find my in back bag anything can't I. قول يا حمو يا سلامه. I can't find anything in my backpack. برافو. ثلاثه يا احمد. to the party anybody is coming. ها قول. اسال يا احمد. يا عمرو. احمد سيد. برافو. انس. برافو. she has something special to show us. يعني ايه؟ عندها حاجه خاصه عايزه ايه؟ توريها لنا. جايبين حاجه كويسه يعني. احمد عمرو. برافو. كل واحد عنده ايه؟ كتاب. جاهزه يا حنين؟ ها اي دونت like any ايه؟ anything in my ايه؟ يعني ما بحبش حاجه في الشارع ايه بتاعنا، شارع معفن اكيد وحش، صح؟ اللي بعدها بقى جاهزين يا وقعه بيضه. انا عايز معايا صواريخ. هنشوف هنشوف سنرى. اما اقول مين اللي هيجاوب تردوا عليا. يلا هنبدا برضينا وغلط ما يهمكيش. I am hungry. Is there to eat؟ انا جعان مفيش حاجه اكلها. بقى النبي. برافو. ان ايه؟ ليه يا ولاد ان سنجل؟ لان ده سؤال. مش قلنا ان في النبي والسؤال؟ يلا. There is a at the door. البنت حنين. I think it is your friend. somebody. برافو. somebody يعني في حد على الباب. اعتقد ان هي ايه؟ صاحبتك اللي اسمها رضايا المعفنه دي. هنا is really funny and likes hair. لا بقى الدور بقى احمد عمرو. اغلط. برافو يا ولد. ايه الجميع يحبها. انس. that test was very difficult. did do well in it. did ايه؟ برافو. هل اي حد حنفي كويس ولا لا؟ احمد سلامة. in this shop is made from recycled plastic. برافو. يعني everything
كل شيء في المحل ده مصنوع من البلاستيك المعاد تصنيعه. عمو there is on the table for you it is a present from your grandpa something. في حاجة ايه على الطبيب ده كده هديه من بابا سايب لك قلم على وشك. راف there is in your hair I think it's a bug جملة معفنة. He was باللي جاهز بقى he was so helpful he helped nearly in the village. ها nearly هو انسان خدوم جدا تقريبا ساعد كل اللي في القارية. برافو everybody اللي يعرف يرفع بقى. He didn't say useful all nonsense كل كلامه كلام فاضي nonsense يبقى ما قالش حاجة عدلة. ها didn't say ايه anything برافو ايوه كده. انا عايز اخليها الاجابة دي رقم 9 عايز اخليها nothing. مين يعرف يرفع ايده؟ he said nothing عسل. يبقى he said ايه nothing هو قال ايه ولا حاجة عدلة برافو ايوه كده شاطرين روحوني. يا جماعة كم كده على الدور؟ 10 ولا 10؟ بس ايه؟ then don't blame yourself for the mistake ما تلومش نفسك على الغلطه صح كده معناها كده حد عارفها دي يا ولاد don't blame yourself for the mistake it's perfect ما حدش فينا كامل nobody يعني ايه nobody ما حدش كامل اللي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام I can't find my pen is there on the table anything في حاجه تظهر Let's go to the park. Is there interesting happening? هنغلط. Something. ولا anything. سؤال. صح anything. ايه? ايه? وايه ده? لو سمع. سؤال عرض الطرف. I don't know if I have plans for the weekend. إني عشان ده إيه؟ سؤال برد. I don't know if I. إيه دي سؤال؟ ما أعرفش إذا كان عندي خطط ولا لأ. I don't like in this street. إني مش عاجبني حاجة مش عادة خالص. Look at the sky. There are so many stars. It feels like it's watching. قول يا أنس. Nobody. ولا everybody. ما تقرا كده look at the sky there are so many stars في نجوم ايه كتيره it feels like is watching ها nobody ولا everybody ليه بقى فاضي علشان انت في مكان لوحدك في نجوم النجوم دي مش هتشوفها عاليه بالبصر انا بقول في watching حد بيتفرج عليها يقول لك look at the sky انظر الى السماء there are so many stars نجوم كتيره It feels like اي حد يبقى نفسه يشوف المنظر ده everybody كل حد عنده رغبه في ده ها I have a surprise close your eyes عندي مفاجاه غمض عينيك هديك على وشك and I'll give you a something يعني ايه هديك ايه حاجه عارفين حاجه اهي حاجه اهي there is in the kitchen I make cookies في المطبخ هعمل كوكيز ها حلوه الجمله دي برافو يا رهف كل حاجه هحتاجها موجوده صح I am tired but I don't want to worry. صح anybody anything is that هي حالي مش عاله مجنونه let's clean up there is everywhere let's clean up ننظف there is everywhere something تمام اللي بعده لسن سوري يلا كله استعد يلا كلمات جاهزين ها مودرن انفايرومنت روف بوتوم هيد كوارتر تون تاور تاور ميوزيوم تمبل ارش ارشز وساعات يسموها ارك الارتس دون بريتش ولا امريكان ليرنينج ستيل كولر بيرفورمانس ستاتيو انيوجوال يوجوال ارتفاكتس ليسن تو اتس ارين عارفين يقولوا ايه اثر قديم حاجه مدمره انشنت ايجيبت
look like good food made of listen ايه match match describe read make ها read 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 make made made feel felt felt يلا هايدو هايدو famous building iconic tower iconic tower برج الايه الايقون اللي فين ده عاصمة إدارية او في عاصمة إدارية سيدني اوبرا هاوس سيدني اوبرا دار اوبرا سيدني في استراليا برج خليفة برج خليفة برج خليفة في دبي كارنك تمبل الاقصر معبد كارنك فين الاقصر في مصر ليرنينج تاور اوف بيزا برج بيزا المائل برج بيزا الايه فين ايطاليا جراند ايجيبشن ميوزيوم كايرو ايجيبت هاي المتحف المصري الكبير فين جراند ايجيبشن ميوزيوم ها ايه ده جوجنهايم ميوزيوم اه متحف ايه جوجنهايم ذا نيو ادمنستريتيف كابيتال العاصمه الاداريه الجديده اهي نيو ادمنستريتيف كابيتال ها ال دي الدار هيد كوارتر ابو ظبي مبنى الدار الدائري فين في ابو ظبي عارف ابو ظبي انا ما اعرفش هقول لك اهو بس نقرا بقى نشوف كده سيتاديل اوف ايه قايت باي قلعه مين It's a big square building with very thick walls. Almost everything is made of stone. كل حاجة فيها ايه؟ حجر. And there are tall round towers. فيها برج كبيرة. In the corners of the building. It's a fort. عارفين فورت؟ حصن أو قلعة. And it was built to protect the city. Nobody could go in it when the doors were closed. محدش يقدر يخشها الباب ايه؟ مقفول. Roman Amphi ها؟ It's a big building made from stone. There are seats في مقاعد where everybody used to sit and watch plays. There are some tall columns. It's a room, but it is a beautiful building. مبنى جميل. الدار كوارتر أبو ظبي فين؟ يونايتد عرب إمارات في الإمارات يا ولاد. Nothing is straight. مفيش حاجة إيه؟ مستقيمة. ليه أما اسمها إيه؟ دائري. It's made of glass بس نعمل إيه؟ إزاز. وستيل حديد ها اتس مودرن حديثه سو ات دازنت هاف اني ستاورز مفيش اي ابراج اند ذير ارنت اني كولا مفيش اي اعمده اتس انيوجوال بيلدينج مبنى غير عادي مش معتاد كارنك تمبل الاقصر ايجيبت معبد كارنك اول بيلدينجز هير ار ميد اوف ستون ذير ازنت اني ثينج ميد اوف جلاس او فروم جلاس ايفري ثينج انسايد ذيس بيلدينج از فيري اولد اند امبورتنت نيجي على جوجنهايم ايه ميوزيوم ها بلباو سبيد This modern building is made of steel. مصنوع من ايه؟ من الستيل. صح عن ايه؟ الحديد الصلب بالمعنى. Nothing is straight. مش حاجة فيه مستقيمة. Leaning Tower of Pisa. برج بيزا المائل في إيطاليا. Building has lots of arches. قلنا في كتير من الايه ولاد. عارفين الارش ولا القبو؟ اللي عامل كده. اللي هو النص داير ده يا ولاد. اسمه قبو. There's something usual about this tower. في حاجة ايه؟ unusual غير عادية في البرج ده. Egyptian Museum Cairo Egypt. Everyone feels very small when they see the statues here. كله ايه؟ تحس ان صغير جدا لما تشوف المتاحف التماثيل كبيره قوي تحس انك جنبها صغير. Did you know the Grand Egyptian Museum in Cairo will be one of the world's largest museum احد اكبر متاحف العالم. It will have thousands of important artifacts from ancient Egypt. في الاف القطع المصريه من الحاجات المصريه القديمه. Including about 5000 from توت عنخ امون. فيها لوحدها 5000 قطعه منين؟ من توت عنخ امون. نحل مع بعض يلا ايوان من اللي جاهز بقى المرة دي اولنا فين شوز اني تاور از ان ادمنستريتيف بيلدينج ان ايجيبت احمد سلامة ايكونيك يعني ايكونيك يعني ايكونيك البرج الايقوني تمام ليمينج تاور اوف بيزا هاز لوتس اوف ويانس ارتشز تمام Everything in the Egyptian is very old. حنين. Bravo museum. City of Qaitbay was built through the city. Bravo. حمد بروتكت يعني ايه ويحمي. Guggenheim museum in Bilbao is made of steel. صلب. ها. Cairo is in the Egyptian museum. مين يقول? ها. من جهاز الترتيب. أنس. زي.
The Grand Egyptian Museum is in Cairo. Museum have the well artifacts important. The museum will have bravo building straight nothing is in this nothing من يعرف واللي يعرف building bravo مش حاجه مستوى في المبنى ده bravo steel glass and building the of made is انس steel and building is made of glass لا the building is made of steel and ايه ايوه كده bravo towers any doesn't they have building ويحمو برافو the building doesn't have any ايه towers اللي بعده ها modern opens ancient artifacts tourists Egyptian museum in Cairo is very big a lot of a visit it every year برافو تورست يعني ايه سياح there are a lot of important artifacts they are from Egypt ancient Egypt the museum every day opens يعني opens نكمل الجزء اللي فاضل ده يلا اخر حاجه اهي هو وبيراميد وديد وانجوي ودو وائل واشرف what's the best building in Egypt I think it is the great pyramid of ايه جيزه برافو You visit it before? Yes, I did. Did. Bravo, Ahmed. Not did you go with? I went with my family. Who? Who? يعني who? Man, رحت مع مين? Did you the visit? Enjoy. Bravo. قطعة. Citadel of Qaitbay is a big square building with very thick walls. Almost everything is made of stone. And there are all round towers in the corners of the building. It's a fort and it was built to protect the city. Nobody could go in when the doors were closed. استنى بلد. It is a big building. Square ولا round? Bravo. يعني square. مربع. Could go in when the doors are closed. Nobody. يعني nobody. ولا واحد. In the corners of the citadel there are two round. يعني towers. أبراج. برافو ها واي واز ذا سيتادل اوف ذا كايت باي بيلت اتبنت لان عايز ثلاث كلمات برافو تو بروتكت ايه وات از ذا سيتادل اوف كايت باي بيلت مصنوع من ايه ستون يعني ستون حجر كده نكون وصلنا لنهايه الدرس الثالث في يونت 2 يونت 6 الدرس ده يونت 6 ان شاء الله باذن الله نكمل الاسبوع الجاي الواحده مع بعض بامر الله تعالى نكون مجهزين معاكم باذن الله تعالى خالص تمام للجميع بالتوفيق والنجاح ما تنسوش بقى تخشوا على قناه اكسلنس بوك تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناه لو في اي استفسار هتلاقوا رقم الواتس بتاعي في الفيديو موجود لو عايز اي حاجه اسالني تحت امركم كان معاكم مصطفى فتاح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته